تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين اليوم الاثنين، مواصلة تراجعات الأسبوع الماضي مع تزايد القلق من إطالة فترات الإغلاق بسبب موجة كوفيد-19 في شنغهاي والزيادات المحتملة في أسعار الفائدة الأمريكية التي ستضر بالنمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط. وهبط خام برنت 4.3% إلى 100 دولارين للبرميل في أدنى مستوياته منذ نحو أسبوعين، وهبط الخام الأمريكي بنحو 4% ليسجل 97 دولاراً و96 سنتاً للبرميل.